شريف وشاعي يا رينيس فهمك قارين حسن الشيخ محوي هاي يارين كان صو شعب حي أو شيخ شريف بنانك كيني سيدو كان أو شيخ ينيس فراعين لحبنا دولد فدرال كسوماليا مدن حسن الشيخ محمود محاسة كوك تهي كلان كيد احمري شيخ شريف إيو حسن الشيخ محمود فالكن اياد كيبو غندن تهي لسعو هذا في نوري سوماليا شريف شيخ أحمد يا وركسو صاري كلنا وشلي مدح تويدا قرنكا كل شيء مدح وين حسن الشيخ محمود شريف يا وحو شاين كلن كاسي أي مدح وين أسكرا قاتين سيدك دقا وقف صومو كلنا يسكو أركي دوران سياسيين تيهوري ودي ديه سيس كي تدوي لواتين كي مي أي سو سارين كلا هوا تشيخ قرن كلن كا شريف يا حسن يا ها كلن كي لبادي نو إيسا كدي مركي سياسيين تي معارض كي يميلا دي سكتاقين حشيس كي ودن بي اوغلاها كاسو واحكا بدل لو سمي هنان كدورو شوين كدل كها عنيقا يعني ايو مدحوين حسن شيخ وحان مدحتو يدو كوية لاني كولان كارا عنيقا يعني ايو مدحوين حسن شيخ وحان اسكورو عنا ان شركا سو قبصو مسيد دك دكا ان يعني كاسو قيب غلان سياسيين تي سو ساري ورموتيات كي لو سفر جدي أسيس كي قلها وتشيخ رن أيو شريف شيخ أحمد كوي يقرأ صو ساري مدحوينه هو يدلك هي أسيد وكلوها وشيخ إما مدحوينها هي كوا حالين حالة دلك يا رمها لو كلا أركت دوين يهي كلان كم مدحوين حسن يا شريف يا هردا وكل بس يا سيد وما ما صو صو ذا وبلا ويو مدحوينها سوماليا حكتان هلاي وهي شيخ سين مدحوينه وعسومي حملوكم إذا سامي السياسة ده كرهان حبني هي مدو ومشرحين تاسكو بهستين مركي وطلد جوي فرماشو سياسيين وكجر دوزالي هوري حسن علي خيري ايا تدوات كن مودشي منية كواسي او مدحوين حسن شيخ هو عزومي سيدي واتي ورباهين تاها مدحوين هيا سياسيين تاكلا حاجون دونا تبشد ايك قبان وقامين تدلكي ندام كأي ودونيو إن لقاتي دوان كسو بحي هسي اسكي قلها ودتشي قرن سيكستبا شيخ شريف يا مدحوينا هوري وقع الصدي انو اسوغو يرو سياسيين تكالي اي ساملي دي سياسة دا سي اسو بردقان دو دي كقوان حسي السياسة دي دي تدوي لواتين كمي اي سو سارين قولها وضت شي قران سيدو كلا شريف ايا وحاو مركاسي كدوا تيين اي سخراين مدحوينا انو مقولان كاسي دك دقا غبطو سي مركاسي لوغا حلو لن اسكو ابقرتو تبشوين كي قوان سامیلی دستی است و یور مرتیت که سو سارن وی کبی هم با کس سو هر جدین گوان کی کس با حی گلا هوا دستی هکران ادبا شریف یا او هاو کفر حسین یا مرکاسی این او که دومی کن قات فکر کاسی این شیر دگ دگل سکوی رو سامیلی دستی است و مذاحین حسن شیخ محمود و گلادی سیکسوا مذاحین حسن شیخ یا او هاکوگان این دمان دست که کفکر دوون ويسوغو ييرو سي او فديسان ميس كوضا حالكا دون نمركا سي او غلان او حالسكو هايو ادوا دوانا يالا فريا مغلادا مدشو ياسما دا دلكين يسو غاران سياسيين ادو بدن او اوركا ايو لزلو داري هوري دلكا حسن علي خيري كاسو مركا سي اي كوضا حال دونان خاب كي لو داقن جلن لها هيشي اسكي كسو باحي قلها او تشي قران ee todobaad iyo labaatan kii May sanadkan aynu ku jirno Shariif oo shaaci yarinay fahamka gaarin Hassan Sheikh wuxuu yahay yarin kan soo shaabahay oo Sheikh Shariif banaanka keenay sidoo kale uu sheegay inay isku raaceen madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya madana Hassan Sheikh Maxamuud maxaa ku ogtahay kulankii dhexmaray Sheikh Shariif iyo Hassan Sheikh Maxamuud halkan ayaad kaga bogan doontaa ila soco في نوري سوماليا شريف شيخ أحمد يا وركسو صاري كلنا وشلي مدح تويدا قرنكا كل شيء مدح وين حسن الشيخ محمود شريف يا وحو شاين كلن كاسي أي مدح وين أسكرا قاتين سيد دك دكا وقف صومو كلنا يسكو أركي دوران سياسيين تي هوري ودي دي سيس كي تدوي لواتين كي مي أي سو سارين كلها وتشيخ قرن كلن كا شريف يا حسن يا ها كلن كي لبادي نو إيسا كدي مركي سياسيين تي معارض كي يميلا دي سكتاقين حشيس كي ودن بي اوغلاها كاسو واحكا بدل لو سميي هنان كدورو شوين كدل كها
aniga iyo madaxweyne xasan sheekh waxaan madaxtooyada ku yeelanay kulan gaar ah aniga iyo madaxweyne xasan sheekh waxaan isku raacnay in shirkaasi uu qabsoomo si degdeg ah inay ka soo qayb galaan siyaasiyiintii soo saaray warmutiyeedkii laga soo horjeeday heshiiskii golaha wadatashiga qaran ayuu shariif sheekh axmed ku yidhi qoraal soo saaray madaxweynihii hore ee dalka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in madaxweynaha ay ka wada hadleen xaaladda dalka iyo arrimaha lagu kala aragti duwan yahay kulanka madaxweyne xasan iyo shariif ayaa hordhac u ah kulamo siyaasadeed oo maalmaha soo socda uu bilaabayo madaxweynaha soomaaliya xogtaan helay waxay sheegaysaa in madaxweynuhu uu casuumay xubno ka mid ah saamilihiida siyaasadda gaar ahaan xubnihii ay midooda musharixiinta isku bahaysteen markii uu talada joogay farmaajo siyaasiyiin oo ku jira ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre ayaa toddobaadkan muqdisho imanaya kuwaasi uu madaxweyne xasan sheekh uu casuumay siday waatay warbaahinta madaxweynaha ayaa siyaasiyiinta kala xaajoon doona tabashada ay ka qabaan hogaamiyinta dalka iyo nidaamka ee uu doonayo in la qaato ee dhowaan kusoo baxay heshiiskii golaha wadatashiga qaran si kastaba sheekh shariif ayaa madaxweynaha horey uga codsaday inuu isugu yeero siyaasiyiinta kale ee saamilida siyaasadda si ay usoo bandhigaan dooda ay ka qabaan heshiis siyaasadeed ee 27-kii May ay soo saareen golaha wadatashiga qaran sidoo kale shariif ayaa waxa uu markaasi ka dhawaajiyey inay isku raaceen madaxweynaha inuu kulankaasi degdeg ah qabto si markaasi looga hadlo lana isku afgarto tabashooyinka ay qabaan saamilida siyaasadda iyo warmurtiyeedka ay soo saareen oo ay gebi ahaanba kaga soo horjeedeen go-aankii kasoo baxay golaha wadatashiga qaran haddaba shariif ayaa waxa uu ku faraxsan yahay markaasi in uu ka gudoomay kana qaatay fikirkaasi ah in shir degdeg ah laisugu yeero saamilida siyaasadda oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ogolaaday si kastaba madaxweyne xasan sheekh ayaa waxaa ku go-an in dhammaan dadka ka fikir duwan uu isugu yeero si ay u fadhiisaan miiska wadahadalka doonna markaasi ay u galaan wax la isku hayo haddaba dhowaan ayaa la filayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka inay soo gaaraan siyaasiyiin aada u badan oo horkacayo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali khayre kaasoo markaasi ay ka wada hadli doonaan qaabkii loo dhaqangelin lahaa heshiiskii kasoo baxay golaha wadatashiga qaran ee 27-kii May sanadkan aynu ku jirno.